دلوقتي معالي المستشار تركي آل الشيخ بعت لحضرتك شكرا وبيسلم على حضرتك جدا الله يسلمك. وبيشكرك على الكلام اللي انت قلته. بعت لي رساله دلوقتي، يمكن احنا بعتنا له اكثر من رساله اثناء الحلقه، كنا نتمنى ان يتحدث الى الشعب المصري والشعب العربي من خلالنا، ولكن فضل ان يرسل رساله. اولا بيشكرك، وكمان جاءنا خبر عاجل ان المستشار تركي آل الشيخ يصمم على سحب استثماراته الرياضيه من مصر. خبر مزعج ولكن يحتاج الى متابعه، وزي ما بنقول كده وقال الكابتن محمد، نحتاج الى هدوء مع هذا الخبر، لانه طبعا مزعج لكل العاملين اللي وصل عددهم لمئات المئات، ربما زادوا عن الالف او يزيد. كل الناس دي اكيد دلوقتي، كل الاسر دي الان، كنا نود ان نطمئنهم، ولكن جاءنا خبر عاجل للاسف مزعج جدا ان المستشار تركي آل الشيخ يصمم على سحب استثماراته من مصر. طبعا اذكركم انه ارسل لي رساله خاصه انه يذهب الى امه التي لا يقبل ابدا ان يسبها احد، وان كل من سبها سيدفع الثمن غاليا. هكذا جاءتني الرساله حرفيا، وزي ما باكد من خلال برنامج كره بلدنا، كانت مؤامره قذره في مدرجات النادي الاهلي. لا يمكن ابدا ان يرضى احد بهذا السب وهذا الخروج عن القانون وعن المبادئ والقيم، ولكن يبدو اننا نحتاج الى مزيد من التدقيق، لان وراء هذا الهتاف اكيد من هو داعم ومن هو مساند ومن هو مخطط لتنفيذ مثل هذا الامر. اذا الخبر العاجل، واعتقد انه مزعج لكل من يعمل في منظومه بيراميدز. تركي آل الشيخ يؤكد انه سيقوم بسحب استثماراته من مصر، وكلام عن ان اللاعبين ربما عقودهم تتوجه في البيراميدز تتوجه الى الدوري السعودي. يعني اتمنى ان احنا نقدر من هنا لغايه نهايه الحلقه ان احنا نواصل او نجيب لكم الجديد في هذا الملف، ولكن هو خبر مزعج بكل المقاييس.